Če ti bi ten sor. Svojo debat, če da mi ne vse. Ja, zvote, če ni kjel. Hej, ame, da bo se ono sred že, da ti se nekaj. Si sod bo nasak to beledit Bejrut, ten zaljadejo. Če ni jo. Ok. شو سكراب لا تعرفه؟ أنت تقول لك والله صلي خبر. وين هو يا شكري؟ الناس تقول شو أنت شو توليت زي وين؟ والله معك خبر عنه يعني؟ لا لا أنا قلت له بس قلت لك إنه رح أقول له إيزي؟ كيفك يا نصيف؟ منيح كيفي زين؟ منيحة منيحة سافرت؟ إيه من امبارح قبل بدي أرجع إن شاء الله ماشي الحال؟ منيح إيه كيف كان هالجمعة عليكم؟ شغلة شغلة؟ عملتوا رياضة اليوم هلككم جورج؟ فرطنا بالرياضة اليوم رحنا ضحايا طلعت ضحية بالرياضة اليوم ليه؟ على الضرب؟ لا عملنا طلعت بدي استفرغ عم ما بدي استفرغ طلعت لقيت سلطان بستفرغ تعب لا لا والله مش طبيعية اليوم مرات بس نجمع طعب بيصير هيك مرات تمارين الاس مرات بيصير هو كان تمرين شو لازم تعملوا كنتوا تحطوا ثلج تمكن اي انسان بتلعب نفسه غري ثلج بس انا ما دخلت ما بعرف ليش اوه لا يعني لا حطها الدوب يعني بتمه جديدة لا معروفة اسرع طريقة لعين النفس تحط ثلج انا بغسل وشي ما يطلع علي اما بتحط ثلج بتمك بخليها تدوب على مهلها انا يجبل بعدين بتشرب سفنات مسقعة كثير شيء انه شوي مش هالقد يعني بس مسقعة كثير جابوا لي انا شربت بتوقف مي ما بتشرب كثير اشياء انا شربت سفنات بساعة ورحت هو الوقت ما بيسوى بسرعة يعني انه مش كلها لازم تحطي شوي مسقعة كثير بس عشان الثلج هي اسرع شيء اكيد برانتيرون بعدين اذا واحد كثير زيادة عنده بس هيك شيء مثلكم ما بدها شيء اخذنا برانتيرون جابوا لي صور على التعب بس شو اسم اللعبة اليوم كان؟ سوسايد سوسيد يلا قولوا لها شكري عزل بليز كيفك يا محمود؟ سهرة ايه؟ اخبارك؟ يعطيكم العافية بحب اسمع رأيكم بالبرايم انتو اول شيء قبل ما انا احكي شوي كيف كان شكري البرايم؟ انا بالنسبة لي من ناحية انك كنت نومينية يعني كنت مرتاح اكثر بكثير من اخر مره يعني ما اظنش المره دي كان فيه الخوف اللي كان موجود لما كنت بغني اغنيه نومني من ناحيه التابلو بصراحه مش عارف بدريه اسمع انا كنت خايفه خصوصا انه لبست لبس تراس جسمي مش تبع لبس تراس ليه؟ انا جسمي تبع مش مرتاح كنت خايفة الأغنية اللي كانت عندي ما كنت واثقة إني رح أغنيها حلو كنت خايفة إنه يومني سلطان أنا جتني الأغنية أو في يوم البرايم يوم الجمعة جتني الأغنية في المرة اللي حدا هيك خبري ليك كيف هيك؟ شو ممكن؟ ليش هيك؟ بس أنا كنت بتعرف أغنية لا سامحني مشهورة أغنية كثير بس فيها تركي وفيها ما أدري إيراني فحاولت إني أحفظ الحمد لله هلا بنشوف بعدين الحمد لله خليها على الله مرت كنت عم غني كنت عم جرب كنت عم اسمع ما كنت عم اسمع كثير من الايربيس منيح يعني تعرف كيف كنت عم غني فسالتهم كيف كنت عم غني قالوا لي منيح بس ما بعرف كيف يعني بسمع على التليفون انا كنت مرتاح شوي بس يعني بتمنى هلا اشوف انه بتمنى اكون ما نزلت مستواي عن الاسبوع اللي راح ان شاء الله يا رب رحمه تعتير هالمره هلا بس ما حبيت غنيت كينج كونج بس ما بعرف اذا كينج كونج انا ولا لا هي عليكم شيء هلا بعد في هلا عندنا اربع اسابيع بس فعليا ثلاثه رابع اسبوع ما انه معتبر لانه هو رح يكون الفاينل بالنهايه انتم فتوا على بيوت الناس بنفس الوقت صاروا ناس معلقين ببعض الاشخاص فيكم كل حدا بحدا عنده جمهوره وكل انسان بيحبه حدا معين بس اللي بيهم الواحد هو بينه وبين حاله بده يشوف اذا تقدم ولا ما تقدم ولا ماشي حاله ولا لا هلا مثل ما حدا بيقول ما بقى في مجال واحد يقول يفيد كثير الثاني او
او يصحح له. يعني هلا اللي بده يتعلم الواحد وبده يقلع فيه كان لازم يتعلم كثير بال خلينا نقول ب 10 اسابيع 11 اسبوع يعني تقريبا 3 اشهر ونص تقريبا كان لازم اللي بده يتعلم مزبوط فيهم. يلي بده يستفيد كان وقتها. لهالسبب احلى شيء بتعملوه هلا انه باللي بتعرفوه تكفوا لحتى تقدروا تكونوا منيح وقوايا. يعني تستغلوا نقطكم اللي انتم هي وتزبطوها بس، يعني ما بقى في مجال واحد ينقل لاشياء ثانيه، بس اللي اساس اللي فيه يقولوا انه في ناس استفادت كثير، في ناس ما استفادت كثير، في ناس جلست حالها، في ناس مش عم تعرف تجلس حالها وما بدها، في ناس اكتفوا باللي بدهم اياه. وهي شغله رغم انا معرفتي بالاشخاص بعرف انه بيقدروا يطلعوا اكثر. انا هذا رايي انه في ناس بيقدروا يعطوا اكثر كثير اكثر، بس في شيء محدوديه معينه بالتلقي عندهم انه ما بيقدروا يترجموا افكارهم او يخلوها تصير مطواع للي بيغنوا او يقدروا يدمجوا ما يسمى الفكر شو تلقوا ويحسنوا ويطلعوا ويعملوا اشياء معينه. هلا رح نحضر ورح ارجع صلي. هلا رح كون اقسى يعني رح ارفع مستوى اعلى شوي اكثر. صار كل واحد لازم منكم يعرف شو بده، انه يعرف شو الاخطاء، وين الغلط، وين الصح، وين هو سيء وليش عم بيصير سيء. يمكن اول شيء مثل دبابة نومينيه، في دبابة جوا بالاكاديمية، في دبابة نومينيه كنا عم نقلها انه عندنا صوت ببيروت بدنا نشيله رح ننزلها لهون بتسقط البلدية بركي او سقط ما شاء الله عليها. انه هذا دليل انه قديش ناس بتحبك كمان لازم تعرفي هون. لازم تعرفي تقدمي للناس اللي بتحبي اللي بحبوك انه ما تخزليهم، انك بترتقي لمستوى شو اسمه. انتبهوا اللي بيصير 6 مرات نومينيه 6 بيقوى بيقوى بس تتعرفوا الفرق بيصير واحد عنده من جوا غير شيء. يعني اكيد في بعض الناس اذا بتحطهم هلا نومينيه بيعملوا صدمه بعد 4 ان هي رح ينحطوا، ان هي في 9 رح ينحط منهم تقريبا 5 أو 6 بعد نومينيه. يعني رح ينحطوا رح يكون عندهم صدمه وبدك تشوف كيف وقتها بيتصرفوا تحت الضغط. في فرق كثير كبير يعني. وهي شغله هي تمرست لها يعني نوعا ما صارت عن جد. لا مش منازع، شغله الواحد لازم يتعلم من الفكره تبعها، فيها تعطيهم فيها تعطي مثل نصائح صارت بهالشغله. عم تمزحوا انتم بس عن جد عم بحكي انه واحد بالنسبه لإله كيف كان شعورك مثل اول مره؟ اكيد لا خلص بصير واحد عنده نوع من الخبره وكيف انه خلص بصير انه هو بس اكيد كل برايم بخاف انه خلص هيدا اخر برايم، انه ما كنت واثقه انه الناس رح ترجعني هيك، بس الحمد لله. فهمت الفكره يعني واحد بيقوى. مانك واثقه مشكله شو؟ يعني بعد 6 مرات ما انا واثقه مشكله يعني خلص. رح نحضر البرايم ورح نشوف شوي شو الاخطاء. رجاء انتباه ولا تعليق لنحضر. أول شيء بنحيي زينة ونقول لها يكون شيء زينة من الناس اللي استفادوا من الأشياء اللي قلناهم. يعني تعلمت أشياء. أنا زينة مش هي نفسها بتشوفها أول نهار إجت لهون، تغيرت كثير، في أشياء كثير بدها أشتغل عليها، خصوصا الإي عندها الني كل شيء في إي جوا عندها كيف بيطلع معها. وما في شك شوي كانت مرتبكه بهالبرايم، أنا بشوفها شوي كان عكس آخر برايمات. على كل حال بنحضر وبنصلح وبنشوف، وبدي منكم كل واحد منكم يصلح، اكيد هو يصلح حاله. يا